ولمناقشة التطورات السورية الميدانية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية. دكتور أسامة مرحبا بكم. يعني كيف نجحت روسيا والنظام السوري في التقدم بريف إدلب؟ هل ما جرى حقا هو عبارة عن صفقة أم بفعل القصف المستمر واتباع النظام وروسيا سياسة الأرض المحروقة المتبعة من قبل من ناحية النظام وروسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مما لا شك فيه أن ما يفعله النظام أو ما تفعله روسيا طبعا، والنظام لا حول له ولا قوة، إنما ينفذ ما تفعله روسيا، يتم بسكوت، سكوت أمريكي وسكوت حتى دولي بالعموم، إذا سمينا يعني الإدارات الأوروبية وإدارة يعني ترامب بالمجتمع الدولي، هي حكومات على كلهم ساكتون موافقون على ما يجري. هذا الذي يجري ليس فيه ذكاء ولا حتى كما يقال شطارة، إنما هو قتل كل الناس في هذه المناطق. وعلى فكرة الخطة الإجرامية الروسية للقصف الجوي تتم عبر مرحلتين، مرحلة في العمق، يعني مثلا هم يمهدون على خان شيخون، فخان شيخون لا يهدأ القصف عليها، ويمهدون على المناطق مباشرة التي يعني يريدون التقدم عليها. طيب سيد دكتور لو نأتي على اعتراف الطيار الأسير لدى فصائل بالمعارضة، يقول بأن روسيا هي التي تدير عمليات القصف للمناطق المدنية، لكن هنا إلى أي مدى يثبت فشلها بأن تكون ضامنا أو طرفا بحل الأزمة السورية؟ يعني من البداية هذه قضية أنها يعني أمر مضحك وأمر يعني غريب جدا أن تكون هي ضامنة أصلا. والذي سمح لها أن تكون ضامنة أيضا ما يسمى بالمجتمع الدولي، ولكن نحن نعيب على من يعني يدعي تمثيل المعارضة أن يعترف بها وأن يشكرها، يعني في آخر جلسة في أسفان أن يشكر روسيا، يبدو أن يشكرها على أنها تقتل في الشعب السوري المنتفض العظيم. على كل أحوال الموضوع يجب علينا أن لا نضعه فقط على عاتق روسيا التي تنفذ فعلا الإجرام بأكمله، ولكن الجميع راض، أمريكا راضية، يريدون يعني لهذا المشهد أن يكون بهذا الوضوح. طبعا هذه سبة وعار على الجميع، يعني أنهم سكتوا والسوبر يوثقون الجرائم والأطفال أو أنصاف الأطفال الذين تخرج جثثهم من تحت الأنقاض إلى ما تشاهدون من مقاطع. على كل الأحوال يعني الأمر فعلا يعني يجعلنا نحدد أن الإجرام هو يعني موجه، لكن دكتور كل الدول عفوا في هذه النقطة لا أستطيع مغادرتها، لكن المعارضة حتى الآن توافق على وجود روسيا كطرف ضامن؟ لا يوجد شيء اسمه معارضة، يعني هؤلاء لا حد انتخبهم ولا حد فوضهم، دول اختارتهم وقبلوا أن يكونوا صغار في الحقيقة. يعني هذه حقيقة، هؤلاء يعني تابعين لدول أقزام لا يمثلون لا إرادة شعب ولا حتى معارضة. قلت لك أنا قبل دقيقة لك أن رئيس الوفد إلى أستانا يشكر روسيا منذ أيام، يعني لا الأمر ليس بقديم، يشكر روسيا لأنها استضافته، ولأن يعني بالنهاية يشكر روسيا على إجرامها. روسيا عدو بوضوح، ومن يسكت عن روسيا، لا نستطيع مواجهة روسيا كقوة عظمى، لكن أين الدور ما يسمى بالإنساني للأمم المتحدة أو للدول يعني الكبرى وأولها أمريكا؟ النفاق الأمريكي والأوروبي يسمح بوضوح، يسمح للإجرام الروسي أن يكون بهذه الطريقة. اقتلوا أكبر عدد ممكن من أجل أن يتم انسحاب المقاتلين الأشداء الذين لا يستطيع أحد مواجهتهم بدون هذه الطريقة. هذه طريقة حرق الحجر والبشر وعدة مرات يا أخي، يعني احسب عدد الغارات. الأمر ملفت أنه عدد الغارات هي بمئات الطلعات، مئات الغارات خلال أيام قبل أن يتقدموا إلى قرية أو قريتين. نعم. وفي كل الأحوال نقول باختصار، نعم، لن يستطيعوا بدون يعني وجود روسيا والنفاق الدولي أن يتقدموا شبر واحد لو تخلف عنهم روسيا. دكتور هناك من يتساءل، يعني أين تمضي اتفاقات أستانا وأيضا اتفاق سوتشي؟ وهناك أيضا من يطالب، ربما يعني لا يصل صوته، يطالب بالعودة إلى المربع الأول وهو مؤتمر جنيف، ما رأيك في ذلك؟ يعني مؤتمر جنيف أصبح
يعني منسي تماما، لأنه يتكلم ولو بشكل جزئي عن يعني مغادرة البعض للسلطة أو عن شيء انتقالي أو شيء من القبيل. لذلك ضيعوا جنيف تماما. وأقول لك بصراحة أنه الذي قبل بتضييع جنيف هو مجرم، يعني محسوب على المعارضة طبعا، مجرم بكل معنى الكلمة. وكل أستانة يكون من ورائها مصائب، يعني إذا تتبعت الأمر تجد وراء كل أستانة تضيع مناطق يعني محررة بطريقة الإجرام الذي يحصل بدون أي رحمة. ومثلا على سبيل المثال في تغطيتكم الإخبارية هناك يعني شهيد أو شهيدين في القامشلي، تمت التغطية لأن هناك في مناطق طبعا هناك سيطرة لأحزاب كردية وكذا، استطاعت أن تخرج الخبر وأن تعزز ظهور الخبر لقتيل وقتيل آخر قضى نحبه في المشفى. بينما عندنا يوميا في مناطق إدلب وأريحة وريف إدلب بالمجمل لدينا العشرات بل المئات وأغلبهم أطفال من الشهداء والجرحى. التغطية أيضا الإعلامية أصبح فيها يعني نوع من التأثير. نعم، وحتى أوردنا خبر وهو من المرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن سقوط أكثر من 24 مدنيا من بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم بغارات جوية خلال اليومين الماضيين. على كل حال، من اسطنبول الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، شكرا جزيلا لكم.